السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أنا هنا حمرت البصل وأضيف عليه قصدي جداد مفروم. الله يرحم عليكم فاصوليا بيضاء بجداد مفروم إن شاء الله. أنا أضفت هنا البهارات والثوم وأضفت برضو بسلة خضراء مع الفاصوليا، بتعمل شغل حلو يعني طعم وألوان كده متداخلة، يعني الواحد يعني مفروض يخترع زي ما نقول اختراعات كده، وما بتضر أي حاجة تضيفها للحلة اللي تحت كنتي، ما بتضر بل بالعكس بيكون بيكون شكل جديد وطعم جديد للحلة بتاعتك انت، يعني مع حياة تقليدية يعني الواحد يشوفها كل يوم. زي ما قلت لكم ضفت البهارات كزبرة حبهان وقرفة كلهم مسحونين، يعني لسه ما ضفت الملح، ضفت الثوم ما ضفت الملح لسه. بس هنا هخلي البسلة تنجب لأنها معنا جيدة، هخليها تنجب، هضيف لها شوية موية خليها تنجب. طيب شايفين الحلة ما شاء الله تبارك الله، البسلة نقدر البسلة الخضراء نقدر. طيب هضيف عليها هسي الفاصوليا البيضاء. الفاصوليا البيضاء أصلا جيدة يعني، بس هاخدها في النار عشان بس تسخن يعني مع الأكل مع باقي الحلة، يعني هعلي عليها النار عشان تشرب مويتها، الحلة تشرب الموية بتاعتها يعني، والفاصوليا البيضاء تسخن عشان للتقديم يعني الواحد يقدمها وهي حارة. زي ما شايفين الحلة بقي فيها ألوان الأخضر والأصفر أو الأبيض، جميلة جدا وطعمها حلو خالص. جربوها بطريقتي دي، ويعني انتوا لو كنتوا مستعجلين يعني ممكن تطبخوا بال اللحمة المفرومة أو الجداد المفروم. أنا بجيب صدور الجداد وبفرمه في البيت عندي، اللحمة بشتريها مفرومة جاهزة، لازم اشتري اللحمة المفرومة ما بكون فيها شحم يعني، دي كده الصحية يعني اكتر. والجداد هو انا مضمون لانه بجيب الصدور تحت الجداد ومفرومة في البيت. هسي دي الصدور بتاع الجداد وانا فرمتها في البيت كده نظيفة، بتكون مضمونة وعارفة انا الجواها شنو، يعني ما زي لما نشتريها من الدكاكين يعني بتاعين اللحمة ديل الجزارة. دي الحلة بتاعتي الشكل النهائي، أرجو إنكم تجربوها وتوروني رأيكم شنو فيها. زي ما شايفين ما شاء الله تبارك الله فيها لونين أخضر يعني، والفاصوليا البيضاء بقت لونها زي أصفر لأنه طبعا أضفت لها الصلصة. طيب زي ما شايفين الشكل. طيب ده العيش أو الرغيف بتاعنا، ممكن الطبيخ ده يتاكل مع رز مثلا أو يتاكل بالرغيف يعني حسب الأذواق بتاعتكم انت يعني. طيب لو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي دي، أرجو إنكم تدعموني باللايك والسبسكرايب اللي هو الاشتراك يعني، وأرسلوا لي كومنتات حلوة عشان أنا أستفيد وأنتم تستفيدوا. وفي الختام أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.